حتى في آخر لحظات حياتها بقيت تحلم بالعودة إلى الجزائر. قبل وفاتها طلبت من ابنها رياض نقلها إلى بيتها بالعاصمة الجزائر في أسرع وقت، لكن ورقة حياتها سقطت قبل أن يتحقق الحلم بالعودة إلى أرض الأجداد. عادت، لكن هذه المرة تحت أنغام لحن الرجوع الأخيرة، في نعش يلفه العلم الجزائري الذي تغنت به وحملته في قلبها أكثر من 70 سنة. حكاية أميرة الطرب العربي وأيقونة الجزائر الخالدة مع الوطن، وردة الجزائرية. تتعرفون على تفاصيلها سهرة هذا السبت بمناسبة مرور 2 سنة على رحيلها. Elle nous manque, elle nous manque tous, elle continuera à nous manquer والأيام حتثبت الكلام ده. نحبكم وتوحشتكم وغادي نحبكم لحد ما نموت.